بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الرابع الابتدائي مع درس جميل من دروس اللغة العربية. عنوان الدرس هو القرية المنتجة. معكم أستاذ محمد عبد المنعم محمود، معلم خبير اللغة العربية. هنستعرض الدرس دلوقتي مع بعض. الفكر بتاعة الدرس، النتائج حملة نظافة القرية، التخطيط الجيد أساس النجاح، عرض الأنشطة في يوم السوق، الإعلان عن أنشطة يوم السوق. الفكر عندنا مرة تانية، نتائج حملة نظافة القرية، التخطيط الجيد أساس النجاح، عرض الأنشطة في يوم السوق، الإعلان عن أنشطة يوم السوق. الدرس بيقول، ظلت القرية طوال الأسابيع الثلاثة الماضية منشغلة في تنفيذ حملة نظافة الشوارع، ولا أستطيع أن أصف لكم جمال شوارعنا الآن، جمال شوارع قريتنا الآن. في مساء أمس ذهبت برفقة أصدقائي إلى قصر الثقافة بالقرية، فوجدت الجد سالما يقرأ صحيفة، ألقينا عليه التحية وتحلقنا حوله ونيس. لقد نجح هؤلاء الشباب يا جدي سالم في تنشيط حركة البيع في سوق القرية الأسبوعي، عندما عرضوا ما تنتجه الأسر المنتجة في السوق. الجد سالم، إن العمل القائم على التخطيط الجيد أساس النجاح في الحياة، وواجب على كل شاب منكم أن يسعى في طلب العمل وأن يشتغل بالمشروعات الصغيرة التي تصبح بفضل الله كبيرة يوما ما. شاكر، حقا يا ونيس، إن سوق القرية تباع فيه هذه المنتجات المحلية التي شارك في صناعتها الشباب والأسر المنتجة، وأنا أقترح أن يمتد بيع هذه المنتجات إلى المعارض التي تقام في المحافظة أو في القرى أو في قرى مجاورة. زاهر، هذه فكرة جيدة، وما رأيكم لو أننا عرضنا أنشطة ترويحية وتثقيفية في يوم السوق؟ ونيس، أحسنت يا زاهر، ويمكننا الاستفادة من الأعياد وأوقات جني المحاصيل الزراعية وشهور الأجازات في إقامة هذه الأسواق والمعارض. الجد سالم، وعليكم توزيع مطبوعات ونشرات للإعلان عن هذه الأنشطة. مريم، نعم يا جدي، سنشارك أنا وهدى في كتابة هذه المطبوعات كما سنعلن عن أنشطة السوق. هنستعرض مع بعض الفقرات دلوقتي. نتائج حملة نظافة القرية. الفقرة بتقول، ظلت القرية طوال الأسابيع الثلاثة الماضية منشغلة في تنفيذ حملة نظافة الشوارع، ولا أستطيع أن أصف لكم جمال شوارع قريتنا الآن. في مساء أمس ذهبت برفقة أصدقائي إلى قصر الثقافة بالقرية، فوجدت الجد سالما يقرأ صحيفة، ألقينا عليه التحية وتحلقنا حوله. القرية استمرت طوال مدة 3 أسابيع مشغولة في إيه؟ في تنفيذ حملة لنظافة الشوارع. كان نتيجة الحملة إيه؟ جمال الشوارع. طيب، ونيس وأصدقائه راحوا بالليل لقصر الثقافة، لقوا أو وجدوا الجد سالم كان بيقرأ صحيفة، سلموا عليه وجلسوا حوله. يستعرض المفردات الكلمة والمعنى، ظلت استمرت
طوال خلال برفقة بصحبة تحلقنا جلسنا على شكل حلقة. الكلمة والمضاد الماضية الحاضرة رفقة عزلة جمال قبح. الكلمة والجمع الجد الأجداد صحيفة صحف حملة حملات. الكلمة والمفرد الأسابيع الأسبوع شوارع شارع. بعد ما استعرضنا الفقرة والمفردات بتاعتها زي ما تعودنا هنستعرض دلوقتي ايه الأسئلة على الفقرة. الأول بيقول فيما انشغلت القرية في الأسابيع الثلاثة الماضية، يعني القرية كانت مشغولة في ايه في الأسابيع الثلاثة الماضية. ظلت القرية طوال الأسابيع الثلاثة الماضية منشغلة في تنفيذ حملة نظافة الشوارع. يبقى القرية كانت مشغولة في تنفيذ حملة نظافة الشوارع. طيب ما نتيجة تلك الحملة؟ إيه النتيجة بتاع الحملة دي؟ نتيجة تلك الحملة أصبحت شوارع القرية نظيفة وجميلة. السؤال الثالث متى ذهب ونيس إلى قصر الثقافة ومع من ذهب؟ يعني إمتى ونيس راح قصر الثقافة وراح مع مين؟ ذهب ونيس إلى قصر الثقافة مساء أمس مع مين؟ برفقة أصدقائه. سؤال الرابع من وجد ونيس وأصدقائه وماذا كان يفعل؟ ونيس وجد مين وكان بيعمل إيه؟ وجد ونيس وأصدقائه الجد سالم كان يقرأ صحيفة، كان بيقرأ في صحيفة. تمام. الفقرة اللي بعد كده التخطيط الجيد أساس النجاح. ونيس لقد نجح هؤلاء الشباب يا جدي سالم في تنشيط حركة البيع في سوق القرية الإسبوعي عندما عرضوا ما تنتجه الأسر المنتجة في السوق. الجد سالم إن العمل القائم على التخطيط الجيد أساس النجاح في الحياة، وواجب على كل شاب منكم أن يسعى في طلب العمل وأن يشتغل بالمشروعات الصغيرة التي تصبح بفضل الله كبيرة يوما ما. ونيس بيقول إن الشباب نجحوا في حاجة مهمة، وبيكلم الجد سالم نجحوا في إيه؟ نجحوا في تنشيط حركة البيع في سوق القرية الأسبوعي، يعني حركة البيع زادت في سوق القرية الأسبوعي. طب إيه اللي خلى أو إيه اللي حصل عشان حركة البيع تزيد؟ إن هم الشباب عرضوا اللي بتنتجه الأسر المنتجة في السوق. طيب الجد سالم بيقول إن العمل القائم على التخطيط الجيد أساس النجاح في الحياة، لازم أي قبل أي عمل أعمل تخطيط لهذا العمل، أعمل خطة لهذا العمل، هعمل إيه بالظبط ونفذه إزاي. ما رحش أبدأ في عمل من غير ما يكون معايا خطة إزاي العمل ده يتنفذ. طيب وبيقول كمان إن الشباب واجب عليهم إن هم يعملوا ويسعوا في طلب العمل، ويبدأ كل شاب فيه أو يعمل في المشروعات الصغيرة، ومع الوقت إن شاء الله وبفضل ربنا سبحانه وتعالى المشروعات الصغيرة دي تكبر ويبقى مشروع إيه كبير. نستعرض المفردات الكلمة والمعنى. تنشيط معناها أو المراد الزيادة. القائم معناها المعتمد. أساس معناها أصل. واجب معناها لازم. يسعى معناها يجتهد. الكلمة والمضاد النجاح مضادها الفشل. تنشيط مضادها ركود أو كساد. الجيد مضادها الرديء. الكلمة والجمع البيع جمعها البيوع. سوق جمعها أسواق. أساس
جمعها أسس. الكلمة والمفرد الأسر، الأسر مفردها الأسرة، المشروعات مفردها المشروع. نستعرض الأسئلة اللي على الفقرة. السؤال الأول بيقول فيما نجح الشباب وكيف؟ الشباب نجحوا في إيه وإزاي نجحوا في الكلام دوت؟ نجح الشباب في تنشيط حركة البيع في سوق القرية الأسبوعي. إزاي؟ عرضوا ما تنتجه الأسر المنتجة في السوق، زودوا حركة البيع عشان عرضوا الأشياء التي تنتجها الأسر المنتجة في السوق. السؤال الثاني ما أساس النجاح في الحياة؟ أساس النجاح في الحياة العمل القائم على التخطيط الجيد. زي ما قلنا لازم وإحنا بنعمل أو لأي ما نعمل لازم نعمل تخطيط لهذا العمل. ثلاثة ما واجب الشباب؟ واجب الشباب أن يسعى، أو واجب الشباب أن يسعى في طلب العمل، يعمل عشان يعمل، وأن يشتغل بالمشروعات الصغيرة. يعمل في إيه؟ قلنا يشتغل في المشروعات الصغيرة التي تصبح بفضل الله كبيرة يوما ما، اللي إن شاء الله بفضل من ربنا سبحانه وتعالى المشروعات الصغيرة تكبر وتبقى مشروع كبير. نستعرض الفقرة اللي بعد كده، عرض الأنشطة في يوم السوق. شاكر حقا يا ونيس، إن سوق القرية تباع فيه هذه المنتجات المحلية التي شارك في صناعتها الشباب والأسر المنتجة، وأنا أقترح أن يمتد بيع هذه المنتجات إلى المعارض التي تقام في المحافظة أو القرى المجاورة. زاهر هذه فكرة جيدة، وما رأيكم لو أننا عرضنا أنشطة ترويحية وتثقيفية في يوم السوق؟ ونيس أحسنت يا زاهر، ويمكننا الاستفادة من الأعياد وأوقات جني المحاصيل وشهور الأجازات في إقامة هذه الأسواق. نستعرض أو نفهم الفقرة مع بعض. شاكر بيقول إن سوق القرية بتباع فيه المنتجات المحلية، محلية يعني داخلية اللي بتتعمل في القرية. طيب مين اللي عمل المنتجات دي وصنعها؟ صنع المنتجات دي الشباب والأسر المنتجة. كمان شاكر قدم اقتراح إن هم يبيعوا المنتجات دي لمعارض أو يعرضوها كمان في معارض. المعارض دي بتقام على مستوى المحافظة أو في القرى المجاورة، لأن كل قرية لها سوق أسبوعي مختلف عن القرية المجاورة لها، فيمتد البيع ويستمر. زاهر استحسن فكرة شاكر وعرض فكرة أخرى كمان، إن هم يعرضوا أنشطة ترويحية وتثقيفية في يوم السوق. ونيس أعجب آخر بفكرة زاهر وقال له أحسنت، وقال له إحنا ممكن نستفيد من الأعياد بيبقى فيها أجازات، وكمان أوقات جني المحاصيل، لأن معروف في المناطق الزراعية إن وقت جني المحاصيل بيبقى فيه أجازات للناس عشان يقدروا يشاركوا، كل الناس تشارك في جني وجمع المحاصيل، وكمان استغلال شهور الأجازات. هنستغل الأجازات دي كلها في إيه؟ في إقامة الأسواق والمعارض. فنستعرض مع بعض دلوقتي المفردات. الكلمة والمعنى، المحلية معناها الداخلية، يمتد معناها يتسع، ترويحية معناها ترفيهية، تثقيفية معناها تعليمية، جني معناها جمع، المحاصيل ما تنتجه الأرض. الكلمة والمضاد، تباع مضادها تشترى، المحلية مضادها العالمية، المنتجة المستهلكة،
المنتجة مضادها المستهلكة، الاستفادة مضادها الضرر، المجاورة مضادها البعيدة، إقامة مضادها هدم. الكلمة والجمع، المحافظة جمعها المحافظات، فكرة جمعها فكر، فكرة جمعها فكر وليس أفكار. تمام. الكلمة والمفرد، الشباب مفردها الشاب، الإجازات أو الأجازات مفردها الأجازة، الأسواق السوق، المعارض المعرض، الأعياد مفردها العيد. نستعرض دلوقتي أسئلة على الفقرة. السؤال الأول بيقول: ماذا يباع في سوق القرية؟ يباع في سوق القرية المنتجات المحلية التي شارك في صناعتها الشباب والأسر المنتجة. السؤال الثاني: ماذا اقترح شاكر لبيع المنتجات؟ اقترح شاكر أن يمتد بيع هذه المنتجات إلى المعارض التي تقام في المحافظة أو في القرى المجاورة. السؤال الثالث: ماذا اقترح زاهر؟ اقترح زاهر عرض أنشطة ترويحية وتثقيفية في يوم السوق. السؤال الرابع: ماذا اقترح ونيس؟ اقترح ونيس الاستفادة من الأعياد وأوقات جني المحاصيل وشهور الأجازات في إقامة هذه الأسواق والمعارض. الفقرة اللي بعد كده: الإعلان عن أنشطة يوم السوق. الجد سالم، وعليكم توزيع مطبوعات ونشرات للإعلان عن هذه الأنشطة. مريم: نعم يا جدي، سنشارك أنا وهدى في كتابة هذه المطبوعات كما سنعلن عن أنشطة السوق. الجد سالم بيقترح أن يتم عمل وتوزيع مطبوعات ونشرات عشان الناس تعرف الأنشطة اللي هتقدم في يوم السوق. فمريم تحمست وقالت أن هي وهدى هيشاركوا في كتابة المطبوعات وهيحاولوا يعلنوا عن الأنشطة في يوم السوق. نستعرض المفردات: الكلمة والمضاد، توزيع مضادها تجميع، نعلن مضادها نخفي. الكلمة والمفرد، مطبوعات مفردها مطبوع، مفردها مطبوع، الأنشطة مفردها النشاط. هنستعرض السؤال الأول: ماذا اقترح الجد سالم؟ اقترح الجد سالم توزيع مطبوعات ونشرات للإعلان عن الأنشطة. السؤال الثاني: من سيقوم بكتابة المطبوعات؟ سيقوم بكتابة المطبوعات مريم وهدى. السؤال الثالث: ماذا نتعلم من هذا الدرس؟ واحنا قلنا ان احنا نحاول اي درس بنقراه او بنستعرضه او بندرسه نعرف ونطلع منه بفائدة نستفيد منها في حياتنا. أول حاجة: العمل القائم على التخطيط الجيد أساس النجاح في الحياة. إن أي عمل بنعمله قبل ما نعمله لازم نشتغل على التخطيط ليه، لأن ده بيبقى أساس النجاح في الحياة. يمكن إحنا دلوقتي بنشتغل أو بنعمل شغلنا كطلبة، طب إزاي التخطيط؟ يبقى ازاي؟ يبقى في كل يوم هذاكر مادة ايه واديها وقت قد ايه، واحاول اعمل تخطيط ليومي كله، اشوف هذاكر ايه وهستعرض ايه وهراجع ايه وهكذا. ده اسمه تخطيط قبل ما ابتدي المذاكرة. ما ابتديش المذاكرة كده هذاكر وخلاص، لا، هبتدي اعرف هذاكر مادة كذا ومادة كذا ومادة كذا وهعمل فيهم كذا وكذا وكذا، وبعدين ابدأ انفذ الايه اللي انا خططت دي. طيب الحاجة التانية: واجب على كل شاب أن يسعى في طلب العمل وأن يشتغل في بالمشروعات الصغيرة. إن كل شاب لازم يسعى وإنه يطلب ويشتغل ويعمل ويشتغل حتى في أي مشروع، حتى لو مشروع إيه صغير. وقلنا
ان من خلال المشروع الصغير ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى، المشروع ده في يوم من الايام ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى هيبقى مشروع كبير. اقترح الجد سالم توزيع مطبوعات ونشرات للإعلان عن هذه الأنشطة. ستشارك مريم وهدى في كتابة المطبوعات والإعلان عن أنشطة السوق في التدريبات. بيقول ضع عنوانا آخر للدرس. عنوان آخر للدرس المفروض ان حضرتك او انت هتعمل تقترح عنوان آخر للدرس، عنوان غير العنوان الموجود عندنا. عنوان الدرس عندنا القرية المنتجة، فانت تشوف ايه العنوان اللي ممكن يكون مناسب للدرس وتقول مثلا هنا اقتراح مثلا العمل اساس النجاح. سؤال رقم باء، ماذا فعل ونيس اصحابه حينما رأوا الجد سالم؟ يعني ونيس عمل ايه هو واصحابه لما شافوا الجد سالم؟ ونيس واصحابه حينما رأوا الجد سالم القوا عليه السلام وتحلقوا حوله. لما شافوا الجد سالم سلموا عليه وجلسوا حواليه. ما اساس النجاح في الحياة؟ اساس النجاح في الحياة هو العمل القائم على التخطيط الجيد. سؤال رقم د، أين تسوق منتجات المشروعات الصغيرة؟ تسوق يعني تباع. بتسوق فين وتباع فين؟ تسوق منتجات المشروعات الصغيرة في سوق القرية الأسبوعي. سؤال رقم ه، ماذا اقترح شاكر؟ شاكر اقترح إيه؟ اقترح شاكر أن يمتد بيع هذه المنتجات المحلية إلى المعارض التي تقام في المحافظة أو في القرى المجاورة. عندي بيقول السؤال رقم 2، اقرأ الدرس ثم هات المطلوب وضعه في جملة، مرادف ترويحية وجمع. مرادف ترويحية عندنا في الدرس تبقى ترفيهية. الجملة زاهر يقترح تقديم أنشطة ترفيهية. مرادف جمع، مرادف جمع في الدرس تبقى كلمة جني. الجملة يقوم الفلاح بجني المحصول. سؤال رقم باء، مضاد حق وبيع. مضاد حق يعني عكس حق، ومضاد بيع عكس بيع. طيب مضاد حق باطل، والجملة أهل الحق لا يخدعهم الباطل. مضاد بيع شراء، والجملة قرر الناس شراء المنتجات المحلية. سؤال رقم جيم، مفرد أنشطة وأسر. مفرد أنشطة وأسر، مفرد أنشطة نشاط. الجملة الرياضة نشاط يفيد الجسم. مفرد أسر أسرة، الجملة الأسرة أساس المجتمع. دال جمع السوق والمحصول، جمع السوق الأسواق. الجملة مصر بها العديد من الأسواق التجارية. جمع المحصول المحاصيل، الجملة القمح من المحاصيل الشتوية. سؤال رقم 3، اقرأ وحدد الفكر التي لم ترد في الدرس. يعني شوف ايه الفكرة التي لم ترد في الدرس. لم ترد يعني ما جاتش في الدرس، لم يتم ذكرها في الدرس. الفكرة التي لم ترد في الدرس، مناقشة كيفية تنفيذ حملة محو الأمية. لان معروف ان في المناطق الريفية في نسبة من الأمية، فكان لازم نعمل من الحاجات اللي ممكن نعملها وما وردتش في الدرس حملة لمحو الأمية. ادمج المقاطع التالية لتكون كلمات. هيديني مقاطع وانا ادمجها مع بعضها وبعدين اعمل كلمة. عندي المقطع الاول الف ولام وجيم مفتوحة جا ودال مضمومة.
عندي الكلمة أو المقطع الثاني شين وألف وراء مفتوحة وكاف مفتوحة. تعال نشوف لما ندمج دول يبقوا ايه. الكلمة الأولى تبقى الجد، تبقى الكلمة الأولى تبقى الجد، دمجت الألف واللام مع الجيم والدال أصبحت كلمة الجد. طيب شارك، ازاي بقى الشين والألف مع بعض؟ هقول شا والره مفتوحة شارك، فتبقى شارك. تمام، أكمل خريطة كلمة ظلت، خريطة كلمة ظلت، عندي ظلت، وبعدين النوع يا إما اسم أو فعل أو حرف، فالنوع عندي فعل. طيب إيه تاني؟ عندي المعنى استمرت، معناها استمرت. نيجي ليه؟ المضاد انقطعت، المضاد انقطعت. في خريطة الكلمة بنشتغل على النوع والمعنى والمضاد، بعد كده نضعها في جملة. ظلت السيارة تسير بسرعة، ظلت السيارة تسير بسرعة. شكرا لحسن استماعكم لنا، وأرجو إن احنا نكون استفدنا إن شاء الله من الدرس النهاردة. أهم حاجة زي ما تعودنا وعرفنا إن احنا نخرج بفائدة من هذا الدرس أو من أي درس بندرسه. الفائدة الأولى إن احنا نحاول نساعد المجتمع اللي حوالينا، ونشوف إيه المشكلات اللي فيه ونحاول نصلحها، أو إذا كنا نساهم في حل هذه المشكلات. الحاجة التانية إن احنا لازم يبقى العمل بتاعنا عمل قائم على التخطيط الجيد، ما يبقاش العمل غير مخطط، لأن العمل غير المخطط ده لا يؤدي إلى النتيجة المرجوة، يعني مش هنوصل للنتيجة اللي احنا ايه عايزينها، لأن احنا ما حطيناش الخطة اللي هنمشي ايه عليها وننفذ الكلام ده ازاي. الحاجة الأخيرة اللي احنا طبعا لازم نهتم بيها العمل او الشباب انه يعملوا العمل ده، شيء مهم جدا لان ده سبب في الرزق وفتح باب الرزق لناس كتير. فالشباب واجب عليهم ان يعملوا، والعمل ده ان شاء الله في يوم من الايام هيبقى، حتى لو هو مشروع صغير هيبقى ان شاء الله في يوم من الايام بفضل من الله سبحانه وتعالى مشروع كبير يستفيد منه ناس كتير. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.